السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة دروس علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة ثانوي إعداد. درس اليوم هو علم المناعة. ماذا نعني بالمناعة؟ المناعة أو الاستجابة المناعية هي تصدي وإقصاء الجهاز المناعي للعناصر الأجنبية، أي ما هو غير ذاتي، التي تغزو الجسم. وتعتبر المتعديات المجهرية أو ما يسمى بالجراثيم من أهم هذه العناصر التي تثير الاستجابات المناعية. لكن طبعا هناك عناصر أخرى قد تثير الاستجابات المناعية مثل تحقن الدم إذا لم يتم احترام الفصائل الدموية، وكذلك الأعضاء المزروعة كالجلد مثلا أو الكلية، وكذلك الخلايا السرطانية التي يعتبرها الجهاز المناعي لأنها خلايا غير ذاتية لأنها أصبحت خلايا متغيرة. إذن الجهاز المناعي هو المسؤول عن حماية الجسم ضد كل العناصر الأجنبية التي تحاول أن تغزو هذا الجسم وتدخل إليه. طبعا أهم هذه العناصر التي تغزو الجسم هي الجراثيم. إذن في هذا الدرس سنتعرف على مجموعة من المحاور التي نطرحها هنا على شكل تساؤلات. السؤال الأول هو: ما هي أصناف وخصائص المتعطيات المجهرية وكيف تؤثر على الجسم؟ يعني قبل أن نعرف كيف يقوم الجهاز المناعي بالتصدي للجراثيم، يجب أولا أن ندرس ما هي هذه الجراثيم، أين تعيش، وكذلك ما هي خصائصها وكيف تؤثر على الجسم. بعد ذلك السؤال الثاني هو: كيف يتصدى الجهاز المناعي لما هو غير ذاتي؟ ثم سنتعرف كيف يمكن أن نقوم بتدعيم الجهاز المناعي، يعني كيف يمكن أن نساعد الجهاز المناعي في التصدي لهذه العناصر الأجنبية. السؤال الرابع هو: ما هي مكونات الجهاز المناعي؟ ثم سنتعرف على الاضطرابات التي تصيب الجهاز المناعي كفقدان المناعة مثلا أو ما يسمى بالسيدة، وسنتعرف كذلك على الحساسية أو الأرجية. ثم أخيرا نتعرف على شروط تحقن الدم، يعني كيف يمكن أن ننقل الدم من شخص إلى آخر بدون حدوث أي مشاكل مناعية. في هذه الحصة سنحاول أن نجيب على التساؤل الأول الذي يخص المتعديات المجهرية. ما هي المتعديات المجهرية أو الجراثيم؟ طبعا كما يدل اسمها، المتعديات المجهرية كائنات مجهرية. سنتعرف أولا أين تعيش هذه الكائنات المجهرية. هذه الكائنات المجهرية تعيش في الهواء. كيف يمكن أن نبين أن الهواء يحتوي على الجراثيم؟ يمكن أن نقوم بتجربة بسيطة. نأخذ علبة بيتري، هذه العلبة تسمى علبة بيتري، يجب أن تكون معقمة بمعنى خالية من الجراثيم، ونضع فيها وسط المقيت بمعنى مواد القيت، هذا الوسط نسميه وسط الزرع، سيكون معقم كذلك. ثم سنعرض هذه العلبة للهواء، نتركها مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعد ذلك نغلقها ونضع في درجة حرارة 37 درجة لمدى 37، لأنها هي الحرارة الملائمة لزكاة الجراثيم، نتركها مثلا لمدة 48 ساعة، فنحصل على هذه النتيجة. من بعد 48 ساعة نلاحظ أن علبة بيتري أصبحت مليئة بعدة بقع لها ألوان وأشكال مختلفة. هذه البقع تسمى مستعمرات جرثومية. عندما نلاحظها بالمجهر سيتبين أنها تتكون من ملايين من الجراثيم من نفس النوع، وكل بقعة تضم ملايين من الجراثيم من نفس النوع. السؤال الذي يطرح هنا: من أين جاءت هذه الملايين من الجراثيم؟ علما أن العلبة في البداية كانت معقمة بمعنى خالية من الجراثيم. نعم، إذا جاءت بالفعل من الهواء. فالهواء يحتوي على الجراثيم. هذه الجراثيم عندما تسقط في وسط ملائم بمعنى يحتوي على مواد القيت وبه حرارة ملائمة كذلك، فإنها تتكاثر بسرعة كبيرة جدا فتعطي مستعمرات نسميها مستعمرات جرثومية، وهي هذه البقع التي نلاحظها هنا، وهي نفس البقع التي نجدها مثلا فوق الخبز المعفن أو الخضر المعفنة والفواكه المعفنة. فالهواء، من هذه التجربة نستنتج أن الهواء يحتوي على الجراثيم، وهذه الجراثيم إذا ما تواجدت أو سقطت في وسط ملائم به مواد القيت وبه حرارة ملائمة فإنها تتكاثر
وتعطي مستعمرات الأرجومية. ب في الماء، نعم الماء كذلك ويعتبر وسط عيش من أوساط عيش الجراثيم. كيف نبين أن الماء يحتوي على جراثيم؟ نأخذ قطرة ماء بركة مثلا أو مستنقع ونقوم بملاحظته بالمجهر الضوئي هنا، فنحصل على هذه الصورة التي توجد هنا مكبرة مثلا 200 مرة. عندما نلاحظ قطرة الماء بالمجهر تظهر لنا عدة كائنات حية وحيدة الخلية تحرك. هذه الكائنات تسمى حيوانات وحيدة الخلية، وهذا الحيوان هو الباراميسيوم. الباراميسيوم يعيش، هو حيوان وحيد الخلية يعيش في الماء كذلك. الماء كذلك مثله مثل الهواء، فهو يحتوي على الجراثيم طبعا، إلا إذا كان معقم فهو لا يحتوي على الجراثيم. من هنا نستنتج أن الجراثيم يمكن أن تعيش في الهواء، يمكن أن تعيش في الماء وفي كل مكان، في كل مكان باستثناء الأماكن المعقمة. نظرية النشأة الذاتية، ماذا تعني نظرية النشأة الذاتية؟ من قبل أن يأتي العالم لويس باستور كان الاعتقاد السائد أن الجزيئات والذرات الموجودة في وسط الزرع هي التي تنتظم وتتجمع بشكل تلقائي لتعطي متعطيات مجهرية أو جراثيم، وكانت تسمى هذه النظرية بالنشأة الذاتية، بمعنى أن الجراثيم تنشأ من لا شيء، فقط عندما تكون مثلا هناك مواد الخيط، هذه المواد ذراتها وجزيئاتها تتجمع تعطينا كائن حي اللي هو الجراثيم أو المتعطيات المجهرية. طبعا هذه النظرية خاطئة، وباستور هو من سند هذه النظرية وبرهن بواسطة تجارب وأدلة علمية أن الهواء هو الذي يحتوي إما على أبواب أو بيوض أو نبوت المتعطيات المجهرية، معنى أن الجراثيم الموجودة في الهواء يمكن أن تتواجد إما على شكل أبواب أو بيوض. هذه الأبواب عندما تسقط في وسط ملائم بمعنى يحتوي على مواد الخيط تكون حرارته ملائمة لعيش البكتيريا أو الجراثيم بصفة عامة، غالبا تكون فوق 25 درجة سلسيوس، فإن هذه الجراثيم تتكاثر بسرعة فتعطي مستعمرات جرثومية مثل البقع التي تظهر فوق الخبز المعفن طبعا أو الخضر المهملة والمعفنة. فنظرية النشأة الذاتية هي نظرية خاطئة، الجراثيم لا تنشأ من لا شيء وإنما هي موجودة لكنها لا تظهر لأنها تكون عددها قليل جدا، لا تظهر إلا عندما تتواجد في وسط ملائم به مواد الخيط وبه حرارة ملائمة فتتكاثر بسرعة لتعطي مستعمرات جرثومية. استنتاج الجراثيم أو المتعضيات المجهرية هي كائنات حية لا ترى إلا بالمجهر، منها ما هو نافع ومنها ما هو ممرض، طبعا ليست كلها ممرضة، هناك جراثيم نافعة سنتعرف عليها كذلك. هذه الجراثيم تعيش في أوساط مختلفة أهمها الماء والهواء والتربة وفوق جسم الإنسان وفي كل مكان تقريبا باستثناء الأماكن المعقمة. فما هي أصناف أو أنواع هذه الجراثيم؟ يمثل الجدول التالي تصنيف للجراثيم مبسط. يمكن تصنيف الجراثيم إلى أربعة أصناف، وهي أولا الحيوانات الأولية مثل الأميبا والباراميسيوم والبلاسموديوم. هذه الحيوانات الأولية عبارة عن كائنات وحيدة الخلية لها نواة واضحة، بعضها ممرضة وطفيلية وأخرى نافعة طبيعيا أو بعد تعديلها وراثيا، يعني إما تكون في الأصل نافعة أو نقوم بتعديلها وراثيا فتصبح نافعة. الصنف الثاني هو البكتيريات. البكتيريات مثل عصيات الكزاز أو عصيات الحليب، إذا عصيات الكزاز فهي ممرضة، عصيات الحليب فهي نافعة. المكورات الرئوية، دائما عندما نجد عصية كذا أو مكورات كذا فهي بكتيريا، العصيات أو المكورات هي دائما البكتيريا. هذه البكتيريا هي كائنات وحيدة الخلية ليس لها نواة مهددة، بعضها نافعة طبيعيا مثل عصية الحليب مثلا أو بعد تعديلها وراثيا، وبعضها ممرض مثل عصية الكزاز مثلا. الصنف الثالث هو الفطريات المجهرية مثل فطر البنسليوم، عفن الخبز وخميرة الخبز. الفطريات هي كائنات ذات خلايا نباتية تكون على شكل ألياف أو براعم مجهرية
بعضها نافعة وأخرى ممرضة. ثم الصنف الرابع والأخير هو الحمات أو الفيروسات. عندما نسمع فيروس فهو حمى، الحمى هي الفيروس والفيروس هو الحمى، مثل حمى الزكام أو فيروس الزكام، حمى السيدة، حمى شلل الأطفال إلى آخره. هذه الجراثيم أو الحمات هي كائنات غير خلوية، ليست خلايا بحد ذاتها، لا تبدي حياة إلا عندما تتصرف داخل الخلايا الحية، حيث تتكاثر وهي من تتكاثر بداخل هذه الخلايا، وهي من أصغر المتعديات المجهرية، ولا يمكن أن نراها إلا بالمجهر الإلكتروني. البكتيريا والفطريات الحياة الأولية يمكن ملاحظتها بالمجهر الضوئي، بينما الحمات أو الفيروسات لا تلاحظ إلا بالمجهر الإلكتروني لأنها صغيرة جدا، ولم يتم ملاحظتها إلا بعد اكتشاف أو اختراع المجهر الإلكتروني الألماني سنة 1932. طبعا الحمات كلها ممرضة وطفيلية إلزامية، طفيلية بمعنى لا تستطيع أن تعيش لوحدها، بل تتطفل على خلية حية وتتكاثر بداخله، إذا بقيت خارج الخلية فهي لا تتكاثر، لهذا نسميها طفيلية إلزامية. في هذه الوثيقة لدينا بعض أنواع الجراثيم. الكائنات الأحادية الخلية وهي الحيوانات الأولية مثل الباراميسيوم، لها نواه واضحة، أميبا كذلك، وتريبانوزوم والأغريم. إذن هذه الكائنات الأربعة هي عبارة عن حيوانات وحيدة الخلية. الصنف الثاني هو البكتيريا. قلنا أن البكتيريا تكون إما على شكل مكورات أو على شكل عصيات. هنا لدينا مكورات ثنائية رئوية مثلا، نسميها مكورات ثنائية لأن كل بكتيريتين يعيشان معا، هنا اثنان وهنا اثنان كذلك. أو تكون هذه البكتيريا على شكل سلسلة من البكتيريا، نسميها مكورات عنقودية. أو لدينا مثلا عصية حمى التيفويد على شكل عصية، كذلك لولبية السيفيليس. إذن هذه الأربعة هي عبارة عن بكتيريا، طبعا تكون أصغر من الحيوانات الأولية وليس لها نواه واضحة. الصنف الثالث هو الفطريات مثل عفان الخبز، الخميرة التي تسمى في الخبز كذلك، الرشاشية وفطر البنسلين. ثم الصنف الرابع هو الحمات أو الفيروسات مثل حمى السيدة، حمى الإيبولا، فيروس الكبات بي، الكبات سي، الكبات بي التي تسبب مرض التهاب الكبد الفيروسي. إذن هذه هي أنواع الجراثيم أو المتعديات المجهرية. فما هي خصائص هذه المتعديات المجهرية؟ الجراثيم أو المتعديات المجهرية تتميز بعدة خصائص تجعلها خطيرة على الجسم. الخاصية الأولى هي التكاثر السريع. الجراثيم الممرضة تتميز بخاصية التكاثر السريع. فمثلا البكتيريا عندما تتسرب إلى الجسم ستجد ظروف ملائمة، لأن حرارة الجسم هي 37 وهي ملائمة لتكاثر الجراثيم، وستجد مواد قيد طبعا. فهذه البكتيريا مثلا تتكاثر في كل 20 دقيقة يتضاعف عددها. كم سيصبح لدينا بعد ساعة أو بعد ساعتين؟ في 20 دقيقة. إذن هنا في هذه الوثيقة الأولى نلاحظ بكتيريا في طور الانقسام. إذن هذه البكتيريا تتكاثر عن طريق الانقسام، بكتيريا واحدة تعطينا اثنان في ظرف 20 دقيقة. إذن هذه البكتيريا بعد مرور 20 دقيقة ستعطينا اثنان، كل بكتيريتين بعد مرور 20 دقيقة أخرى سيصبح لدينا أربعة، ثم هذه الأربعة بعد 20 دقيقة أخرى سيصبح لدينا ثمانية. فالعدد بعد كل 20 دقيقة يتضاعف، إنه ندرك في اثنان. لكي نحسب كم سيصبح لدينا بعد ساعة أو بعد ساعتين نستعمل بطريقة سهلة. مثلا في 20 دقيقة، إذا لدينا 20 دقيقة واحد نستعمل 2 أس 1، في 20 دقيقة 2 أس 1 تساوي 2، فنحصل على بكتيريتين. بعد 40 دقيقة، 40 دقيقة فيها مرتين 20 دقيقة يعني 2، مضى 2 أس 2، 2 أس 2 هي 4، يعني بعد 40 دقيقة سنحصل على 4. وبعد ساعة، من ساعة فيها كم من 20 دقيقة؟ فيها 3، فنضى 2 أس 3، 2 أس 3 هي 2 في 2 في 2 3 مرات هي 8، وبعد ساعة سنحصل على 8 بكتيريا. وبعد ساعتين، ساعة فيها 3 مرات 20 دقيقة، وبالتالي ساعتين فيها 6 مرات 20 دقيقة. لكي نعرف كم سنحصل على كم سنحصل من بكتيريا بعد ساعتين، نقوم بوضع 2 أس 6، 6 لأن ساعتين فيها 6 مرات 20 دقيقة، 2 أس 6 هي 2 في 2 في 2 6 مرات،
تساوي 64 بكتيريا وهكذا. لكي نعرف كم سنحصل على 3 ساعات مضى 2 أس 9 لأن 3 ساعات فيها 9 مرات 20 دقيقة إلى آخره. بالتالي في يوم واحد سنجد الملايير من البكتيريا. اليوم كم فيه من 20 دقيقة؟ اليوم فيه 24 ساعة، كل ساعة هي 3 مرات 20 دقيقة، 24 في 3 تساوي 72. العدد الإجمالي للبكتيريا في يوم واحد هو 2 أس 72، هو عدد كبير جدا. سنجد ملايير من الجراثيم في يوم واحد فقط، وبالتالي فهذه تعتبر نقطة قوة عند الجراثيم، لأنها تتكاثر بسرعة كبيرة جدا، فيصعب على الجهاز المناعي التصدي له. فهذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، أو قبل أن نرى الخاصية الثانية، سنتعرف كيف تتكاثر هذه الجراثيم، لأن الجراثيم ليست كلها تتكاثر عن طريق الانقسام كما لاحظنا بالنسبة لهذه البكتيريا. البكتيريا والحيوانات الأولية تتكاثر عن طريق الانقسام، هنا لدينا بكتيريا في حالة انقسام، وهنا لدينا الباراميسيوم في حالة انقسام. الحيوانات الأولية كذلك تتكاثر عن طريق الانقسام. أما بالنسبة لي الفطريات مثل الرشاشية مثلا تتكاثر عن طريق الأبواق، والعفن كذلك، عفن الخبز كذلك تتكاثر عن طريق الأبواق. هنا لدينا الفطر وهنا لدينا حبيبات صغيرة تمثل الأبواق، هذه الأبواق تسقط وتعطينا فطر جديد، وهكذا تتكاثر هذه الفطريات. بالنسبة للخميرة فهي تتكاثر عن طريق التبرعم، والحمات تتكاثر عن طريق التطفل، بمعنى تتكاثر داخل الخلايا الحية. هنا لدينا طريقة تكاثر الخميرة وهي عبر عملية التبرعم. تكون لدينا خلية الخميرة فيها نواة وسيتوبلازم وسيتوبلازمي، ثم من هذه الخلية يكون لدينا بروز لبرعوم صغير، هذا هو البرعوم، وهذا البرعوم يعطينا برعوم آخر، وهكذا فنحصل على مستعمرة من البراعم. كل برعوم سوف يسقط ويعطينا خميرة جديدة، وهكذا سوف تتكاثر خلايا الخميرة. بهذه الطريقة نسميها التكاثر عن طريق التبرعم. الفرق بين الانقسام والتبرعم، الانقسام يكون على شكلين متساويين، بينما التبرعم يكون هناك برعوم صغير والخلية الأصلية تبقى كبيرة. الخاصية الثانية التي تتميز بها الجراثيم هي إفراز السمين. نأخذ كمثال مرض الكزاز. الكزاز هو مرض خطير يؤدي إلى إصابة بتقلصات وتجنجات مستمرة، ثم يتصلب مجموع الجسم، وغالبا ما يموت هذا المرض بالاختناق بسبب تقلص عضلة الحجاب الحاجز المسؤول عن التنفس أو بتوقف القلب. الجرثوم المسبب للمرض، لدينا هنا صورته، هو بكتيريا تسمى عصية الكزاز. هذه البكتيريا عندما تكون خارج الجسم طبعا في التربة مثلا فهي لا تجد الظروف الملائمة، تتحول من عصية إلى أبواق، تتحول إلى أبواق لأن الأبواق لها القدرة على العيش لمدة طويلة جدا بدون أن تكون هناك ظروف ملائمة. لهذه الأبواق تكون ملتصقة بأداة حادة كسكين مثلا أو زجاج، وعندما يصاب الجسم بجرح بهذه الأداة الحادة تتمكن هذه الأبواق من التسرب إلى الجسم، لكنها لا تنتشر في الدم بل تبقى في أعماق الجرح وتسبب أعراض مرض الكزاز مما يؤدي إلى موت الشخص، قلنا إما باختناق أو بتوقف القلب. فكيف نفسر كيف تسبب هذه البكتيريا المرض بدون أن تنتشر في الدم؟ نتعرف على الجواب وقم بتحليل هذه نتائج هذه التجارب الممثلة في الوثيقة 2. نأخذ 3 مجموعات من الفئران، نحقن المجموعة الأولى ببكتيريا عصية الكزاز، ونلاحظ ظهور أعراض مرض الكزاز، هي قلنا تقلصات جميع وتجنجات مستمرة في عضلات الجسم، فيموت الفأر. مجموعة الفئران الأولى تموت بمرض الكزاز. لماذا نستنتج؟ نستنتج أن عصية الكزاز طبعا هي بكتيريا ممرضة وهي السبب في موت فئران المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية
نحقن هذه الفئران بـ2 سنتيمتر مكعب من رشاحات زرع مغلى لعصاية الكزاز. ملاحظة، الرشاحة لا تحتوي على عصاية الكزاز. لماذا نقول أن الرشاحة؟ يعني الوسط الذي تتكاثر فيه هذه البكتيريا. طبعا هذه البكتيريا تفرز عدة مواد، طبعا هي مواد سامة. أقوم بترشيح هذا الوسط ونأخذ هذه السائل الذي تفرزه هذه البكتيريا بدون أن نأخذ البكتيريا، لأن الرشاحة قلنا لا تحتوي على البكتيريا. فنلاحظ أن الفئران للمجموعة الثانية كذلك يظهر عليها مرض كزاز وتموت. لماذا نستنتج؟ رغم أننا لم نحقنها بالبكتيريا وإنما فقط برشاحة عصاية الكزاز. إذن سبب موت فئران في المجموعة الثانية ليس هو البكتيريا وإنما المواد السامة التي تنتجها هذه البكتيريا. هذه المواد السامة تسمى السمنين، هي التي لدينا في هذه الصورة هنا الأحمر. هذا السمنين هو جزيئات سامة وعبارة عن سموم تنتجها هذه البكتيريا اللي هي عصاية الكزاز. وهذه السموم هي التي تنتشر في الدم وتذهب وتؤثر على الجهاز العصبي، فيرسل إشارات إلى جميع عضلات الجسم فتتقلص بشكل لا إرادي وهو ما يؤدي إلى الموت. فهذه البكتيريا لا تهاجم الجسم مباشرة ولا تؤثر على الجسم مباشرة، بل تؤثر على الجسم عن طريق إفراز مواد سامة تسمى السمين، وهي مواد خطيرة جدا وسامة جدا. طبعا هذه البكتيريا تبقى في أعماق الجرح لأنها بكتيريا نسميها بكتيريا لا هوائية، لا تحتاج للهواء أو الأكسجين لكي تعيش، فهي بكتيريا لا هوائية تعيش بدون أكسجين. في التجربة الثالثة نحقن فئران مجموعة ثالثة بـ2 سنتيمتر مكعب من ماء مقطر ومعقم. الماء المقطر والماء خالص، معقم بمعنى خالي من الجراثيم. طبعا الفئران ستبقى سليمة. لماذا قمنا بهذه التجربة؟ هذه التجربة تسمى تجربة شاهدة، قمنا بها فقط للمقارنة مع المجموعة الثانية، فهي تجربة شاهدة تسمى فقط للمقارنة لكي نعرف أن سبب موت الفئران في المجموعة الثانية هو الرشاحة التي تم حقنه بها. استنتاج، عصاية الكزاز تؤثر على الجسم بواسطة السمين الذي تنتجه، وهذا الأخير يعني السمين يسري في الدم في دم الشخص المريض فيسبب تسممه فيموت هذا الشخص. طبعا ويعتبر السمين من أخطر المواد المسمومة المعروفة، هو طبعا أخطر حتى من سم العقرب أو سم الأفاعي. لدينا هنا جدول يقارن بين الجرعات القاتلة للإنسان بالنسبة لمختلف السمينات المعروفة مع سم التعبان. الجرعة القاتلة بالنسبة لسم التعبان هي 4 ملي جرام، مثلا عند لدغي تعبان لشخص معين إذا حقنته بكمية أكبر من أو تساوي 4 ملي جرام قد يؤدي هذا إلى الموت. أما بالنسبة للبكتيريا، عصاية الدكتيريا، عصاية الكزاز، عصاية البخس، هي كلها عبارة عن بكتيريا تؤثر على الجسم بنفس الطريقة عن طريق إفراز سمينات، سمين الدكتيريا، سمين الكزاز، سمين البخس. الكمية القاتلة من سمين الدكتيريا هو 0.06 ميلي جرام، وهي كمية ضئيلة جدا. أما بالنسبة للكزاز فهي أخطر من الدكتيريا، لأن الكمية القاتلة هي 0.00006 ميلي جرام، أقل بكثير من سمين عصاية الدكتيريا، من الكمية التي تقتل بالنسبة لهذا السمين. بالنسبة للسمينات، فبعض الجراثيم وخاصة البكتيريا مثل عصاية الدكتيريا، عصاية الكزاز، وعصاية البخس، عندما تدخل إلى الجسم تبقى في أعماق الجرح لأنها بكتيريا لا هوائية، لا تحتاج إلى الهواء. وتفرز في الدم مواد سامة تسمى السمين، وهذا السمين هو الذي يسري عبر الدم ويؤثر على الجسم ويسبب المرض. طبعا الخاصية الثالثة التي تتميز بها الجراثيم الممرضة هي وجود العليبة لاكابسيول. نأخذ كمثال مرض التهاب الرئة. ينتج مرض التهاب الرئة عن دخول بكتيريات إلى الجسم تدعى المكورات الثنائية الرئوية، وهذه المكورات توجد في الطبيعة على شكلين، شكل لديه عليبة والذي نلاحظه هنا. العليبة هي عبارة عن إنشاء إضافي يوجد لدى البكتيريا، وشكل ثاني ليس له عليبة. للكشف عن دور هذه العليبة قام العالم جريفيث سنة 1929 بالتجارب التالية.
التجربة الأولى قام بحقن الفأر الأول بمكورات ثنائية لها وليبة. النتيجة نلاحظ موت الفأر. عندما قام بتحليل الدم وجد مكورات ثنائية ذات وليبة في الدم، يعني أن سبب موت هذا الفأر هو هذه البكتيريا المكورات الثنائية الرئوية، فهي بكتيريا قاتلة أو ممرضة. في التجربة الثانية قام بحقن الفأر الثاني بمكورات ثنائية بدون عليبة. نلاحظ أن هذه البكتيريا ليس لها هذا الغشاء الإضافي الذي يوجد في البكتيريا الأولى، لنسميها بكتيريا بدون عليبة. النتيجة لاحظنا أن الفأر يبقى حيا. عندما قام بتحليل الدم وجد في الدم مكورات ثنائية بدون عليبة، رغم أن دم هذا الفأر يحتوي على بكتيريا لكنه لم يموت. يمكن أن نستنتج أن هذه البكتيريا ليست ممرضة، علما أن هذه البكتيريا التي ليس لها وليدة والتي لها وليدة هي نفس البكتيريا. الاختلاف الموجود فقط هو وجود هذه الوليدة. لماذا نستنتج؟ نستنتج أن الوليدة هي التي تجعل هذه البكتيريا ممرضة، لأنها في الطبيعة تتواجد بعض البكتيريا على شكلين، قلنا شكل يتوفر على وليدة ويكون ممرضا، وشكل لا يتوفر على وليدة وهو غير ممرض. في حالة توفر البكتيريا على وليدة فإن هذه الأخيرة تمنع الجسم من مقاومة البكتيريا مما يسبب الإصابة بالمرض، كما أن هذه الوليدة طبعا تحتوي على جزيئات سامة تؤثر على الجسم. الخاصية الرابعة والتي تميز بها الفيروسات وكذلك بعض البكتيريا هي تحطيم الخلايا، التطفل على الخلية والتكاثر بالداخلية ثم تحطيمها. نأخذ كمثال حمى الزكام مثلا أو أي فيروس آخر. هذا الفيروس الفيروسات قلنا هي خلايا صغيرة جدا، هي التي نلاحظها هنا مثلا بالأخضر. هنا لدينا الحمى وهنا لدينا الخلية الحية. كل حمى عندما تدخل إلى الجسم فهي لا تهاجم جميع خلايا الجسم. كل حمى أو كل فيروس له خلايا محددة يهاجمها، نسميها الخلايا الهدف أو الخلايا العائلة. كمثال بالنسبة لفيروس السيدا VIH، الخلية العائلة التي يهاجمها هي خلايا المناعة LP4، سنتعرف على هذا في درس داء فقدان أو في فقرة داء فقدان المناعة المكتسبة. بالنسبة مثلا لفيروس كورونا المستجد فخليته العائلة هي خلايا الرئة، خلايا ذات أعداد رئوية هي التي يهاجمها. يعني كل حمى عندما تدخل إلى الجسم فهي تهاجم خلايا محددة تسمي الخلية الهدف أو الخلية العائلة بالنسبة لهذا الفيروس، وتقوم بالتطفل عليها وبالتكاثر بداخلها، ثم تفرقع هذه الخلية وتموت وتحرر عددا كبيرا من الفيروسات أو الحمات، وكل حمى سوف تهاجم خلية حية أخرى بنفس الطريقة ستؤدي إلى تحطيمها. كما نلاحظ هنا في هذه الخطوة لمراحل تكاثر الحمى، لأن المرحلة الأولى تقترب الحمى من الخلية العائلة، الخلية الحية العائلة، ثم بعد ذلك هذه الحمى تدخل أو تخترق غشاء الخلية وتتجه نحو نواة الخلية. عندما تتجه نحو نواة الخلية تصبح هي التي تتحكم في الخلية، فتخضع نواة الخلية لتأثير مكونات الحمى فتنتج عددا كبيرا من الحمات. نلاحظ أن الحمات تكاثر بداخل الخلية الحية، وعندما تصبح الخلية الحية ممتلئة بالحمات إن هذه الخلية تفرقع وتحرر مئات أو آلاف من الحمات، كل حمى سوف تهاجم خلية حية أخرى وبنفس الطريقة تؤدي إلى تحطيمها. وهذا ما يحدث مثلا في داء فقدان المناعة المكتسب. يأتي فيروس السيدا يخترق غشاء خلايا المناعة LP4 يتكاثر بداخلها ويحطمها، وهكذا حتى تتحطم جميع خلايا المناعة LP4 فيصبح الإنسان بدون مناعة مكتسب. لهذا سمي بفقدان المناعة المكتسب. عندما تتسرب الحمات إلى الجسم فإنها تهاجم خلايا حية محددة تسمى الخلايا الهدف أو العائلة، العائلة لأنها هي التي تعول أو تحمل الحمى أو الفيروس بالنسبة لهذه الحمى، ثم تتطفل عليها وتتكاثر بداخلها وتحطم. مثال الخلية العائلة لحمى السيدا قلنا هي خلايا المناعة LP4. الخاصية الخامسة التي تتميز بها الجراثيم الممرضة هي التغير السريع.
وتكون كذلك بشكل كبير عند الحمات أو الفيروسات. تنتشر الأمراض الفيروسية مثل حمى الزكام أو مثل مرض الزكام على شكل أوبئة. إذن كما سمعنا مثلا أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، كلها عبارة عن أوبئة، ويصعب التحكم فيها نظرا لتمييز الفيروسات أو الحمات بخاصية التغير السريع والتطور السريع من سنة إلى أخرى، حيث يتغير شكلها وخصائصها فيصبح من الصعب إيجاد علاج أو لقاح مضاد لها. كمثال مثلا، لماذا السيدا ليس له علاج؟ أن فيروس السيدا يتغير بسرعة، يتغير بشكل مستمر، وبالتالي لا يمكن أن نجد له علاج أو لقاح. لماذا الزكام ليس له لقاح؟ هناك فقط لقاح سنوي، يعني كل سنة يجب القيام بالتلقيح، لأن هذا الزكام أو هذه الحمى الزكام تتغير بشكل سنوي، كل سنة تتغير ويظهر تظهر حمى جديدة، وبالتالي اللقاح الذي تم إيجاده في السنة الماضية يصبح غير فاعل. خلاصة، تتميز الجراثيم الممرضة بالخاصيات التالية: التكاثر السريع، إن هذه هي نقاط قوة الجراثيم لمهاجمة الجسم. خاصية أولية، التكاثر السريع، لاحظنا أن الجراثيم تتكاثر بسرعة كبيرة جدا عندما تجد ظروفا ملائمة، خاصة وجود مواد القيت وحرارة ملائمة. الخاصية الثانية هي إفراز السمين مثل بكتيريا عصية البخس وعصية الدفتيريا وعصية الكزاز التي تفرز في الدم جزيئات سامة تسمى السمين، وهي مواد سامة وخطيرة جدا. الخاصية الثالثة هي التوفر على عليبة، وهو غشاء إضافي يكون عند بعض البكتيريا مثل المكورات الثنائية الرئوية. وجود هذه العليبة يجعل البكتيريا ممرضة، وغيابها يجعل البكتيريا غير ممرضة. الخاصية الرابعة هي التكاثر داخل الخلية أو التطفل داخل الخلية مثل حمى الزكام، مثل حمى السيدا، مثل حمى فيروس، مثل حمى كورونا مثلا إلى آخره. وكذلك حتى بعض البكتيريا مثل عصاية كوخ. والخاصية الخامسة التي تكون عند الحمات أو الفيروسات هي تغيير الشكل باستمرار مثل الزكام مثلا أو السيدا، ليس له علاج لأن الفيروس يتغير بشكل مستمر. طبعا الجراثيم ليست كلها ممرضة، وإنما هناك جراثيم نافعة وهي كثيرة جدا، وهي إما نافعة طبيعيا أو بعد تعديلها وراثيا. لأن لدينا هنا في هذا الجدول بعض الجراثيم النافعة واستعمالاتها. طبعا حتى في جسم الإنسان يوجد جراثيم في الأمعاء، وهي ضرورية لجسم الإنسان، وهي جراثيم نافعة ولا يمكن للجسم أن يعيش بدونها، تساهم في الهضم. وهناك جراثيم تستعمل في مختلف الميادين. نبدأ بالصناعة الغذائية، والمعروفة جدا هي خميرة الخبز. الخميرة هي عبارة عن فطريات نافعة أو جراثيم نافعة تستعمل في الخبز وفي المشروبات الكحولية. عصاية الحليب هي بكتيريا نافعة تستعمل في صناعة الجبن والياغورت والرايب كذلك. بعض البكتيريا، بعض الفطريات مثل فطر البنسليوم الذي يستعمل في إنتاج البنسلين، من هنا يتم استعمال في الصناعة الصيدلية. والخميرات تستعمل كذلك في إنتاج بعض الفيتامينات. الصناعة الكيميائية كذلك، لدينا خميرة البرات تستعمل في إنتاج الكحول. كما أن هناك بعض الجراثيم مثل بكتيريات الريزوبيوم التي تستعمل في الميدان الفلاحي، تقوم بتحسين النمط الفلاحي حيث تساهم هذه البكتيريا في تحويل أزوت الهواء إلى نترات في خاصية التربة. يمكن أن تأخذ هذه البكتيريا الأزوت من الهواء وتحوله إلى أملاح معدنية اللي هي نترات، وهذه النترات تخصب طبعا التربة وتعطينا مردود فلاحي جيد. كما أن هذه الجراثيم تستعمل كذلك في الميدان البيئي، كمثال بعض البكتيريا التي تحلل الفضلات العضوية تستعمل لتنقية المياه المستعملة. هناك جراثيم كذلك تستعمل فيما يسمى بالمكافحة البيولوجية، عوض استعمال مواد كيميائية للقضاء على بعض الحيوانات أو الحشرات غير المرغوب فيها. نستعمل جراثيم تمرض هذه الحيوانات وبالتالي نتخلص منها بدون استعمال المبيدات. ففي الإنسان يعيش داخل وسط غني ومليء بالجراثيم، في الهواء توجد جراثيم، في الماء توجد جراثيم، فوق جسمنا، في كل مكان. لكن الإنسان لا يمرض إلا في حالات نادرة. لماذا؟ أن الإنسان يتوفر على جهاز مناعي هو الذي يحميه من هذه الأمراض.
السؤال هو كيف يتصدى الجهاز المناعي لما هو غير ذاتي؟ وهو ما سنتعرف عليه في الدرس المقبل.